أنا صغير جاي أكل تفاحة وحصلت فيها لصقة. أنا ما ألزق على نفسي، كنت ألزق على إخواني، على أي واحد أصغر مني ما يقدر يضربني كنت ألزق عليه. 2020 الأستاذ بعد ما قمت تطردين عن الحصة بالتيمز. يا عيال مرة الأستاذ خرب التيمز فقلت له أساعدك، خرب الاختبار. أوكي قلت له أساعدك يا أستاذ، أنا إلي خبرة كأنا عارف، قلت له أساعدك. ثاني يوم اللي أنه حارمني من الاختبار، أقسم بالله دعيت عليه مكر ليه يحرمني من الاختبار. ما لحق ما لحق، جاي تهمني، قلنا أنت مدري، أنت ما تدري أنت وش سويت. طيب إيش سويت؟ قل إيش سويت. أنا ما قلت كنت تدري، تبلي هو. يا يعني دشان ما طب قبل خرطوم ذاك اللي الحمر هذا كان يعور مره بشع.